بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده هومورك الحصة الرابعة يا شباب. ذاكرنا الدرس، حلينا الهومورك، عاملين كويشن ماركس على الأسئلة الصعبة أو المهمة. أنا هراجع معاك الأسئلة دي، أي سؤال أسيبه أنت عايزه ابعت على الجروب أو اسألنا في السنتر. بسم الله، افتح لي الورك بوك بتاعك على هومورك الكالورد اينز، تمام، وهات لي تشوز نمبر. بص بقى يا سيدي، نمبر 5، ليه انا عامله باللون الاحمر؟ السؤال ده المفروض ما يجيش كده. ليه؟ هو بيقول لي which of the following statements is correct about iron 3 sulfate. فالاجابه its aqueous solution yellow color since it absorbs the energy of violet color of white light. يعني السؤال فيه جانب حفظ شوية او فيه جانب نقل من الكتاب، لان هو قال لك طالما قال لك absorb ايه يبقى اكيد هعرف لونه ايه. يعني مش سؤال نظام جديد يعني، تمام، سؤال نقل من الكتاب، مش مشكلة. 7، which of the following is correct about scandium. اقرا كل الحاجات دي براحتك، واللي شاكك فيه قول لي. انا بقول لك A و B الانسر. scandium most active، اعلى واحد نشاط فيهم، لان قلنا بيحب يلوز الكترون دي عشان يبقى دي زيرو، وبيعمل وايت سولتس. السكانديوم الاين الوحيد بتاعه سكانديوم 3، وسكانديوم 3 دي زيرو، بيعمل وايت سولتس يعني كلرلس سولتس الايند اوبوزيت دايركشن تو ابلايد ماجنتيك فيلد. ها يعني ضايع، يعني قلنا ان الماده الضايه الايند الماجنتيك فيلد بتاع الاتومز بتاعتها الايند اوبوزيت مع ماجنتيك فيلد الماجنت، تمام. يبقى فعلا السكانديوم موست اكتيف، السكانديوم ضايع، aligned to opposite direction to applied magnet. ده معنى الكلام ده ان هو ضايع، يعني الاجابه A و B. تمام، اي سؤال يشغلك في الحاجات دي احنا معاك باذن الله. 19، بيقول لي the color in transition metal compound is attributed to. الكالر بالنسبة للترانزيشن إيليمنت أين سببه إيه؟ بنص كتاب المدرسة due to the partially filling of the D sub level. D sub level is partially filled. هو بيقول لك incomplete N minus 1 D sub level. يعني إيه مستر N minus 1؟ مش إحنا قلنا 4S 3D 5S 4D 6S 5D. خلاص؟ يعني دائما في فرق واحد ما بين الاس والدي، ها؟ فبنقول ان ماينس 1 دي سب ليفل. تمام، which of the following doesn't absorb any color. مين في دول doesn't absorb any color؟ لو وزعت الكبر 2 بلس هيطلع الدي 9. دي 9 يعني colored يعني absorb. لو وزعت ال HG1 بلس، طبعا ال HG ده ميركوري، هيطلع 4S 2 3D 10. فال HG بلس 1 ها هتبقى الدي 10 زي ما هي، دي 10 زي ما هي، يبقى doesn't absorb any color لانه هيبان colorless. مش قلنا لما الحاجه الوايت لايت ينزل عليها 7 doesn't absorb حاجه وبيرجع للعين 7 تبقى colorless؟ تبقى colorless، تبقى وايت. 22، which of the following ion reflect all the white light when light fall on it on it on it. اللي هيعمل ريفليكشن لكل مكونات الوايت لايت حاجه الدي بتاعتها 0 او الدي 10. شوف مين بقى الحاجه اللي الدي بتاعتها 0 او 10، هيطلع الزنك بلس 2 الدي 10. which of the following ion absorb some of the white light and reflect part of light when the light fall on it.
which of the following ions absorb some of white light, يعني دي partial filled, يعني دي من 1 لـ 9. دور شوف مين في دول الدي من 1 لـ 9, هيطلع الايرن 3. بيقول لك مين في دول absorb some of photons of white light, اكيد الحاجة اللي دي فيها partial filled. Generally, transition elements form colored salts due to the presence of unpaired electrons. Which of the following compounds will be colored? Colored يعني دي من 1 لـ 9, وزع هيطلع بي CuF2 الدي 9. احسب الاكسدي, اوعى يكون نسيت, اوعى يكون ما حضرتليش الحصه اللي قبل كده وقعد دلوقتي تقول لي المستر بيقول ايه. ما انت لو مسكت ال CuF2 وعملت كده ونزلت ال Cu باسمها ال F بماينس 1 من ورقه الرولز تاني محاضره درس الاكسديشن نمبر, ارجع هتلاقيني قايل لك ان ال F بماينس 1 في 2 هساوي بالزيرو, هتطلع ال Cu2 بلس. و Cu2 بلس يعني ايه؟ ارجون 18, 4S صفرناها 3D 9, لان الكبر 2 بلس كبر 4S1 3D 10, شلنا 2, واحد من الاس واحد من الدي. بنحسب ازاي؟ بقول لك الصفحة اللي فيها الرولز بتاعت الاكسديشن نمبر, ارجع لها بعد اذنك. بيقول لي CuSO4 5H2O is blue, is colored يعني because, تمام؟ من الترانزيشن إيليمنت اللي هشتغل عليها CU, احسب لها الاكسديشن نمبر ازاي دي يا مستر؟ يا ابني دي عشان تحسب لها الاكسديشن نمبر تروح عامل كده, تنزل CU باسمها الاس او 4 على بعضها كلها ماينس 2, وممكن تشطب دول مش عايزينهم, ماليش دعوه بيهم, مش لازمه, بدل ما اعوض اضيع وقت. تمام, انا بشتغل على السيو اللي هنا, دي ميه لازقه كده بكوردينيشن بوند, بساوي ده بالزيرو هتطلع لك السيو بلس 2. السيو بلس 2 بيقول لك ابزورب اورنج ريد لايت, absorb all colors except red from the white light. اوكي, طبعا برضو ده سؤال احفظ. الكبر 2 بلس, طبعا فاكر فيبج يور, بقول لك سؤال احفظ فيبج يور, عشان انا حافظ, علشان انا حافظ وانت مش لازم تكون حافظ, ان الكبر 2 بلس لونه ازرق, فهقول لك ابزورب اورنج, فهدور على الاجابه اللي بيقول لي فيها ابزورب مين, ابزورب الاورنج. لا السؤال ده كده سؤال نظام قديم, اما هتفتح الكتاب وتنقل لما هتكون حافظ, وطبعا طالما معايا الكتاب احفظ ليه؟ اذا ده سؤال انا بس حبيت ارجعه لك عشان اعلمك. وانا بحسب الاكسديشن نمبر للسي يو اشطب الخمسه اتش تو او دي لكنها مش موجوده. تمام, which of the following characterized zinc and its compounds. الزنك الدي 10, ما يميز الزنك هو مركباته, الزنك ضايع هو ومركباته, الزنك compounds, الزنك ions colorless لو. اول ما تلاقي زنك يبقى دي 10, اول ما تلاقي حد من جروب 2 بي يبقى دي 10, والدي 10 يعني دونت ابزورب كلر, الوايت لايت ينزل على الزنك 7 يرجع للعين 7 كلرلس, الدي 10 دي كانت يعني اهم اسئلة الكلر اللي كنت ممكن اضيع فيها وقت معاكم, اسألني لو عندك سؤال اخر. تمام, بالنسبة للايسي كويستشنز اللي في درس الكلر, سؤال زي ده بيقول لي ليه الكروميوم داي الكروميوم 2 كلورايد
البلو ولكن الكروميوم 3 جرين. كروميوم وكروميوم تمام. يلي ما بتعرفش تحسب الاكسيديشن نمبر بقول له اصل الكروميوم هنا لما حسبته سي ار نزلتها ماينس 1 السي ال في 2 سويت بالزيرو طلع السي ار 2 بلس. ولما حسبت السي ار هنا نزلت السي ار باسمها السي ال ماينس 1 في 3 سويت بالزيرو طلع السي ار 3 بلس. هل عدد السنجل الكترونز هنا زي هنا؟ لا طبعا، لان الكروميوم لما وزعناه 4s1 3d5 ده ايه ده؟ ده الكروميوم لما وزعناها للمره العشرين تمام. فالكروميوم 2 بلس 4s0 3d4، اما الكروميوم 3 بلس 4s0 3d3. الله، يعني الكروميوم 2 بلس الدي 4 في 4 سنجل، الكروميوم 3 بلس دي 3 في 3 سنجل. طالما عدد السنجل الكترونز اختلف يبقى الكالر اختلف. الكالر بيعتمد على ايه؟ على الاتوميك نمبر، على النمبر اوف بروتونز، على الاتراكشن فورس، على عدد السنجل الكترونز. عدد السنجل الكترونز مختلف يبقى الكالر مختلف، الاتوميك نمبر مختلف يبقى الكالر مختلف، الاتراكشن فورس مختلفة. ده عنده 20 بروتون بيشدوا 15، ده عنده 20 بيشدوا 18. كل ما يكون عدد البروتونز اكتر مقارنة بعدد الالكترونز يبقى ده بيعبر على الاتراكشن فورس. يبقى الكالر بيعتمد على عدد السنجل الكترونز، بيعتمد على الاتوميك نمبر، بيعتمد على عدد البروتونز، على البوزيتيف تشارج بتاعت النيوكليس تمام. نفس القصة، ليه الاكويا السولوشن بتاع المغنيزيوم 2 المغنيزيوم مش المنجنيز يا مستر؟ ده المغنيزيوم ده ريبريزنتيتيف اليمنت، يعني ملوش في موضوعنا. ماشي يا سيدي، ما هو بيقول لك هو عايزك تقول له الكلام ده. بيقول لك ليه المنجنيز 2 كالرليس؟ بقول له عشان ده نون ترانزيشن، ده نون ترانزيشن، ده ريبريزنتيتيف. اما الايرن 2 ده دي 6 عنده 4 سنجل الكترونز يبقى كالرد. نيجي لاسئله الاتوميك ماس، الاتوميك راديوس، الميتاليك بروبرتيز. Which of the following metal has the lowest melting point? Lowest melting point. Lowest melting point يعني أضعف metallic bond. أضعف metallic bond يعني أقلهم valence electrons. أقلهم valence السيزيوم. السيزيوم، إيه السيزيوم ده؟ ده transition element يا ابني فوق. ده ريبريزنتيتيف اليمنت، ده في جروب 1 ايه. لما تلاقي لما يجيب لك رمز اليمنت ما انتش عارفه كده، افتح البريديك تيبل دور عليه، هتلاقي السيزيوم ده في اخر جروب 1 ايه من تحت. 1 ايه عنده 1 فيلنس الكترونز، عدد الفيلنس الكترونز قليل تبقى الميتاليك بوند ويك، يبقى الميلتنج بوينت لو. سيزيوم عنده 1 فيلنس الكترونز. هاي ستيبل اليمنتس لو كيميكال اكتيفيتي، كبر ستيبل الدي 10 فما بيتفاعلش مع حد. طالما الحاجه ستيبل يبقى لو رياكتيف، واكيد العكس صحيح، الليس ستيبل هتبقى هاي رياكتيف. Which of the following statement is incorrect about scandium atom؟ الله، scandium atom enter the chemical reaction with difficulty، ينفع؟ هو عايز ال incorrect. ال incorrect بالنسبة للسكانديوم ان هو بيقول لك بيدخل الرياكشنز بصعوبة. يا عم ده قلنا highly reactive يا سيدي، ده قلنا بيرياكت مع المية، ده الميتال اللي يرياكت مع المية، لان المية دي خايبة جدا. تعرف الكلام ده في شابتر 3، الحاجة اللي ترياكت مع المية الحاجة دي highly reactive تمام. هو عايز الانكوريكت، فالانكوريكت بيقول لك بيتفاعل بصعوبه.
Which of the following phenomena could cause the atomic radius to increase in size? احنا قلنا ال radius بيقل little، وقلنا two forces، واحدة بتصغر ال radius واحدة بتكبره. هو بيسأل على اللي بتكبر ال radius. اللي بتكبر ال radius ال repulsion force ما بين electrons دي. مش قلنا الفورس التانية كل ما عدد الدي الكترونز يزيد الريبالشن فورس تزيد فالراديوس يزيد. تمام. The sketch shows the variation in the atomic radii of five elements with increasing four proton number atomic number. Where in the periodic table do these elements belong? انا لقيت الراديوس بيقل وثبت. radius بيقل وكونستانت، بيقل وكونستانت، يبقى ترانزيشن elements. ترانزيشن الريبريزنتيف بيقل على طول، لا ده بيقل وكونستانت، يبقى دول الترانزيشن elements. تمام. The correct arrangement of the following elements according to their chemical activity. تقول لي اعرف منين وانا حافظ؟ يا ابني اصبر، بص معايا في دي. مش الاسكانديوم اعلى واحد رياكتيف، والايرن قلنا مودريت اكتيف في الملزمه عندك، والكبر ليس رياكتيف. ده سؤال تحفيظ يا مستر، ماشي يا سيدي. السؤال ده مكرر والسؤال ده مكرر. بيقول لي ميتال اكس هاز اللاتس، اللاتس يعني الرصه بتاعت الميتالز. الميتال اتومز، ادي النيوكليوي جوه بوزيتيف، وادي الفيلنس الكترونز. بيقول لك عامله زي موج البحر، الفيلنس الكترونز عامله زي موج البحر. ده حاجه عندها فيلنس الكترونز كتيره. طب ايه الحاجه اللي عندها فيلنس الكترونز كتيره؟ الله لكده. ايه الحاجه اللي عندها فيلنس الكترونز كتيره؟ اكيد يا مستر ترانزيشن اليمنت. ترانزيشن ايه؟ element. الحاجة اللي عندها valence electrons كتيرة الترانزيشن elements. ليه يا مستر؟ يا ابني علشان عندهم valence electrons في ال 4s وال 3d. عندهم valence electrons في مكان واحد ولا مكانين؟ مكانين ولا ايه؟ فلما يجيب لك ميتال زي كده وتلاقي كده الفالنسي electrons عاملة زي موج البحر، تفهم من كده ايه؟ ان هذا الميتال عنده فيلنس الكترونز كتيره. واللي عنده فيلنس الكترونز كتيره يبقى ترانزيشن ميتال. خلاص، لان الميتاليك بوند جامده، والميتاليك بوند جامده يبقى عنده هاي ميلتنج بوينت ولا ايه؟ دور كده على الاجابه المناسبه للرغي اللي انا رغيته ده. الإجابة المناسبة إن الميتال ده عنده هاي ميلتنج بوينت. تمام. أوكي، بسم الله. ماشي، جميل الهوم ورك بتاع المرة دي، مفيش مشاكل. ده هوم ورك الايكونوميك امبورتنس. طبعا معظم الهوم ورك هتحس ان هو نقلا من الكتاب. تمام. طب ليه انا بعمل كده؟ هتهضم الدرس، ولكن تعال نبص كده يمكن نلاقي سؤال او اتنين فيهم فكره. كل الاسئله دي بحاول احفظك اليوزس بطريقه غير اراديه. يعني مثلا بتقرا الكلام ده فروم ذا اوكسيدايزنج ايجنتس، بتدور في الملزمه في درس الايكونوميك امبورتنس، هتلاقيني قايل لك ان البوتاسيوم داي كروميت اوكسيدايزنج ايجنت، المنجنيز داي اوكسايد اوكسيدايزنج ايجنت، البوتاسيوم برمنجنيت اوكسيدايزنج ايجنت. مين اوكسيدايزنج ايجنت في دول؟ دول كلهم جايبهم لك التلاته اهم. يس. الحاجات دي احنا قلنا الحاجات دي اوكسيدايزنج ايجنت ليه؟ تعال نضيع وقت كده. اصل هنا بلس 4 وبيطلع اوكسجين، بلس 6 وبيطلع اوكسجين، بلس 7 وبيطلع اوكسجين. الحاجه اللي تطلع اوكسجين تبقى اوكسيدايزنج ايجنت، الحاجه اللي بلس بتاعها كتير تبقى اوكسيدايزنج ايجنت ولا ايه؟ يس.
14, in the light of the electronic configuration, which of the following birds of elements are found in nature as elementary form and resist air? اللي قالها المنهج صراحة عندنا resist air الكروميوم. وخبرتك ومعلوماتك القديمة بتقول ان الكبر ده لسرق. ليه ده قالت في الملزمة كمان؟ مش قلنا ان الكبر لسرياكتف، والحجر لسرياكتف تبقى موجودة في الطبيعة ايه؟ element. دور على الكروميوم والكبر، هي دي الاجابة. السؤال ده 17 ده يتحل الحصة الجاية، محدش يحله، أو اللي معرفش يحله أجله الحصة الجاية. بيقول لي we can test for diabetes. بنعرف مرضى السكر عندهم سكر ازاي؟ بيقول لك بنستخدم solution contains نقط ions. طب يا كتاب المدرسة انت ما قلتليش ان فيهلينج solution الكبر بتاعه 2 بلس. اذا ده كده السؤال ضعيف، ما ينفعش يسالني في حاجه كتاب المدرسه ما قالهاش. فيهلينج سولوشن كتاب المدرسه قال لك ايه؟ قال لك في وان اوف ذا كبر كومباوندز، في احد مركبات الكبر. خلاص انا بقول لك كبر 2 بلس. طيب بيقول لي اتس ريديوسد اند ابزورب، يعني لما اللايت بينزل عليه ابزورب ايه؟ برضو السؤال ده كده غلط. انا هجاوب ازاي؟ مش هو قال لك فيهلينج سولوشن لونه بلو، لونه ازرق، تمام؟ يبقى ابزورب ايه علشان يتحول لاورنج؟ برضه هقول له ايه؟ فيبج فيبج يور ريديوزد، يعني لما بيلاقي شوجر، لما بيلاقي شوجر بيبقى اورنج، بيبقى ايه؟ اورنج. واللي بيبقى اورنج ده ابزورب ايه؟ ابزورب بلو. تاني يا مستر بالراحه. حاضر يا ابني، حاضر. بقول لك فيهلينج سولوشن كبر 2 بلس بيكشف عن مرضى السكر ازاي؟ مريض السكر عنده سكر في اليورين، فبيعمل ريدكشن للكبر 2 بلس وبيحوله الى اورنج. طب معنى ان هو بقى اورنج يبقى ابزورب ايه؟ ابزورب بلو. يبقى الاجابه في النقط الثانيه بقول له بلو. تمام، هومورك بسيط ولكن انا حبيت عاده تعودناها، لازم كل حصه ابص لك على الهومورك حتى لو سهل. فالهومورك السهل زي ما انت شايف بياخد مننا وقت قليل. جميع الاسئله دي بتتحل، جميع الاسئله اللي المدرس تعب وكتبها في ملزمته بتتحل. في ناس بتسمع الكلام وناس لا، عشان كده في ناس بتخش، بلاش اقول لك طب وهندسه دي، خليني اقول لك عشان كده في ناس بتجيب المجموع اللي هي عايزاه وناس لا. ان شاء الله احنا من الناس اللي هنجيب المجموع اللي احنا عايزينه، لان ان شاء الله احنا من الناس اللي بتسمع الكلام. مدرس اداني هومورك بحله من الالف للياء، ما ينفعش اسيب سؤال. تمام، كل الخير منتظركم ان شاء الله، سنتكم اجمل بكتير من السنه اللي فاتت. نشوفكم ان شاء الله على خير.